بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في الحرم المدني تحديدا عند باب الملك فهد. إذا دخلت من هذا الباب احسب ثالث أو رابع عمود تقريبا ستجد أمامك هذه الإشارة وهذه العلامة. هذه الإشارة تشير إلى بئر وحاء. هذا البئر كان مزرعة هنا لأحد الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب من هذا الماء ويشرب منه ويتوضأ منه صلى الله عليه وسلم. هذا المنظر نادر الحدوث، لماذا؟ لأنه غالبا يكون مغطى بالسجاد. عش مع هذا المكان بكل مشاعرك وبكل أحاسيسك. هذا الفضاء معطر بأنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. عش مع هذا المكان وقل لعل قدما تقع على قدم. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مرارا للوضوء ولشرب الماء من هذا المكان. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صورة نادرة وحصرية، وهذا الرجل الطيب وهذا الرجل الأطيب. الله يحفظك، جزاك الله خير. الله يجزيك الخير.